بسم الله الرحمن الرحيم. من مدرسة التمرير بزهرة، شرح الوحدة الثانية، القاعدة اللي فيها أو النقطة النووية اللي فيها. طبعاً دي الوحدة رقم 2 اللي تحت مسمى The Discovery of Penicillin، اكتشاف المضاد الحيوي اللي هو البنسلين. النقطة اللي موجودة الجرامر اللي هي في اللي هتشوفوها إن شاء الله على اليوتيوب وعلى الحساب الشخصي الخاص بيا، هي الفرق ما بين الفيرب بروتكت وبريفنتد. بروتكت يا شباب معناها يقي، وتاخد حرف الجر اللي موجود عليك أجيست، بس جملتها لازم لها منظر معين أو اسطمبة معينة لازم نفهمها. هستخدم الفاعل اللي هو الحاجة اللي بتقينا، ثم الفيرب بروتكت، ثم الفيرب بروتكت، والمفعول به خلاص، وحرف الجر أجينست، ثم الشيء الخطر، ثم الحاجة الخطر. يعني مثلا لما أقول كده أنا أمبريلا الشمسية، يعني بروتكتس إحنا المفعول بقى أس، بروتكت ذا ستودنتس، فتس بيبول، أجينست رين يعني ضد المطر. يبقى بروتكت لها زي ما انا رسمها لك ايه؟ سبجكت، بروتكت، المفعول اوبجكت، اجينست، والخطر نفسه. نعكس مع بريفنت يعني يمنع، يوقف. بريفنتد زي مثلا امبريلا بريفنت سيرين، بقى اجيب الخطر بعدها، يعني حاجة الخطر بعد بريفنت، تمنع الخطر ده، تمنع المطر ده، تمنع الشمس، النضارة تمنع الشمس عني، يبقى اجيب الخطر بعد بريفنت. يبقى انا امبريلا بريفنتس رين فروم، بقى تاخد فروم وتحط للفيرب اي جي اللي بيسموه جيراند. يبقى الجملة تصبح كده اهو، انا امبريلا بريفنتس رين فروم فولينج اون اس، فروم فولينج اون اس. رسم لك انا رسمتين عشان تعرفهم، السبجكت بريفنت والخطر اللي هو الدينجر اللي هو المطر هنا، وتجيب لي فروم والفيرب المناسب للمعنى اللي هو فول، حط له اي ان جي، يبقى فولينج اون اس. كده النهارده شرحت او قدمنا ليكم الفرق ما بين بروتكت وبريفنت. لازم ناخد بالنا على ان شاء الله المحاضره الجايه بقى هنعرض الدرس على اليوتيوب على قناه مستر رادي الكوتش، اللي هي كلكم او مع موجوده مع الطلبه كلها. ده كان نقطه الجرامر البسيطه اللي في الوحده رقم 2. قدم هذا الشرح نادي فتحي، خبير اللغه الانجليزيه باداره المنح التعليميه، رئيس قسم اللغه الانجليزيه بمدرسه الطلاب الثانويه، كوتش اللغه الانجليزيه بمدرسه التمرير بزهره بنين. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.